نصحبكم اليوم في جولة جديدة إلى فضاء الخط العربي، ذلك الخط المتعدد والمتنوع الأشكال والذي يعتبر أرقى وأجمل خطوط العالم البشري. من هذا المنطلق وفي إطار إحياء التراث الإسلامي، أقامت بلدية كوتشوكتشكمجة بإسطنبول معرض الخط العربي تحت عنوان حرف الواو، برعاية رئيس البلدية السيد عزيز زيناي وبحضور العديد من الفنانين والمواطنين المهتمين بهذا التراث. رؤيتنا وهدفنا هو تنشئة شبابنا ورجالنا ومجتمعنا بصورة تتفق مع القيم الحضارية والدينية والفلسفية، وقد حاول المعرض أن يبني جسرا للجيل المعاصر والثقافة القديمة بما فيها من صور فردية ومؤسساتية، ولذلك نحن سعداء جدا بهذه التصورات الرائدة والأهداف التي تتحقق، وذلك واضح من خلال التغذية الراجعة التي نتلقاها من الجمهور. أصلاً هذا المعرض مهماً جداً، لأن حرف الواو ليس حرفاً مجرداً، بل هو رمز لثقافة معنوية ودينية ممتدة، فهو يجمع بين الفن والخط والثقافة، ولذلك يتسابق الفنانون في إبداعه، وهذا المعرض تعبيراً عن تميزهم في هذا الجانب. المعرض أبرز حرف الواو في كل المعروضات، فأبدع الفنانون المشاركون في إبراز الجماليات الدفينة لهذا الحرف كل حسب رؤيته. فنرى لوحة لسفينة وبداخلها حرف الواو وهو يتمايل مع أمواج البحر، ولوحة أخرى تحكي لنا قصة أصحاب الكهف ومدى التأثر الديني للفنانين، ولوحة أخرى قرآنية مزجت ما بين التاريخ والحداثة. فحرف الواو حير العديد من الخطاطين، فهو حرف هندسي يمكن أن يتحول إلى رقم باللغة اللاتينية كما نشاهد في هذه المخطوطات ونحوها. رائع جدا، معرض يتميز بالحضور الفعلي في الذهن، وأتمنى أن تستمر مثل هذه المعارض الفنية التي تثري المعارف لدى شعبنا وتؤمن الرفاهية البناءة لديهم. المعرض كشف عن سر الخط العربي الباذخ بالعطاء المسرف بالجمال، فمن وهج الحروف ينبعث النور، ومن إخلاص التعليم يولد المبدعون. لذا أدرك الفنان المسلم ما للجمال من وقع في النفوس، فسخر أقلامه لتزيين الآيات الكريمة، فأطرب العيون بروعة إبداعاته التي استلهمها من جمال روحه ورقة عاطفته. لا زال الخطاطون الأتراك يؤدون رسالتهم المقدسة، وهي المحافظة على الحرف العربي بجماله وقمة إبداعه. برنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول.